عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قلت يا رسول الله أوصيني قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات أو كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح الترغيب عليه النبي أن حريص يا مان وتقلي الله كرام نقضي أبي ذر الغفار أي رسول بحقوده أوصيني إيدر دارن رسول الله وحن جعل هذا إناد إيدر دارنتم دردارن ونحسن إسيسو كورن رسول بحوسية فيريا صحابي دي سوء جعل بحوسية فيريا وعير إذا عملت سيئة هذا حمان سميسو فأتبعها حسنة راعي وناك مروال بحمان كادعو وناك راعي سمي تمحوها يلا ترتري سبابي إليسو مركاسو كهر أبي ذر الغفار قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله سوما أهن حسنات وناك لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات رسول صلى الله عليه وسلم قال ليه أيذا أيا أغفض لبذنب لا إله إلا الله حسناتك لا إله إلا الله ميزان لصاري عمل كارو لن لصار دون كان وحي سارة من هذه لصار ولا إله إلا الله لم يزم لا إله إلا الله يا كعل اسم عيار ماها لا إله إلا الله أو يقين أتقول هذا لا إله إلا الله أو آد إلهي أجل كرادي ريسيت وشيء آد يا فضل الله مرقولا ريال هي ريساني مركو الدنبير كادعو وناكو بدل بن آدم باتاي ضعيف باتاي شيطان با كل حريرو مروال با خلط يكادعو وناكو بدل وناك يا بابي إنيسو قلتك يا رب وحيدا مغناك بين غنيان وحن قلدين أنا في شيطان بي آدين وحن سحينا فمن الله هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.